جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو رأي أهل السنة والجماعة في أولياء الله وكراماتهم في الدنيا؟ جزاكم الله خيرا. أهل السنة والجماعة يحبون أولياء الله عز وجل ويوالونهم، ولكن لا يكون وليا لله إلا من اتصف بهاتين الصفتين اللتين ذكرهم الله في كتابه، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فإنه يكون وليا لله عز وجل، وتكون ولايته بحسب إيمانه وتقوى قوة وضعفا. قد يكون وليا خالصا لله عز وجل، وقد يكون وليا لله من ناحية وعدوا لله من ناحية، إذا كان عنده شيء من المخالفات الشرعية وارتكاب الكبائر فيجتمع فيه ولاية وعداوة. وأما الكافر فإنه عدو خالص، الكافر والمشرك فإنه عدو خالص ليس فيه ولاية لله عز وجل. فالناس على ثلاثة أقسام: منهم من هو ولي لله ولاية خالصة كالرسل، كالملائكة والرسل وأتباع الرسل من المؤمنين المحافظين على دينهم الأتقياء الأوفياء، ومنهم من هو عدو خالص لله عز وجل كإبليس والكفرة والشياطين والمشركين، فهؤلاء عداوتهم خالصة وليس فيهم ولاية لله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال سبحانه وتعالى في إبراهيم: فلما تبين له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولو الصنف الثالث من فيه ولاية من ناحية وعداوة من ناحية، وهو المؤمن ناقص الإيمان الذي عنده كبائر من الذنوب دون الشرك ودون الكفر، فهذا ولي لله بما فيه من الإيمان، وفيه عداوة بما فيه من المعاصي والمخالفات. نعم. جزاكم الله خيرا. وأما كرامات الأولياء فهي حق. ما شاء الله. كرامات الأولياء، والكرامة معناها الخارق، الخارق للعادة. نعم. فهي حق ويؤمن بها أهل السنة والجماعة، خلافا للمبتدعة والفرق الضالة الذين ينكرونها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة. ولكن إنما تكون كرامات إذا جرت، تكون هذه الخوارق كرامات إذا جرت على أيدي مؤمنين أتقياء لله عز وجل. أما إذا جرت هذه الخوارق على أيدي كفار أو مشركين أو فسقة فإنها لا تكون كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية وامتحان وابتلاء واستدراج من الله عز وجل. ثم الكرامات التي تجري على أيدي أولياء الله المتقين ليس معناها أننا نتخذ هؤلاء الأولياء معبودين من دون الله ونغلو في حقهم ونقول هؤلاء لهم كرامات وهم ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله، ثم تكون الاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم كما يفعله عباد القبور الآن في من يعتقدون أنهم أولياء لله ويبنون على قبورهم هذه المشاهد. قد يكونون أولياء لله لكن هذا العمل منكر ولا يجوز، وهو الغلو في حقهم واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يجلبون الرزق أو يدفعون الضر، هذا شرك بالله عز وجل. وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمى هذا اتخاذا للأولياء من دون الله، وحكم على أهله بالكذب والكفر والعياذ بالله، وهم مع أنهم لا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون وأنهم يرزقون، وإنما يعتقدون فيهم أنهم وسائط بزعم